بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فعن خباب بن الأرط رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسل بردة في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم واحمر وجهه وقال: لقد كان من قبلكم يحفر له حفرة ثم يوضع المنشار على مفرق رأسه حتى يشق نصفين ما يصده ذلك عن دينه، وكان يمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم وعصب فما يصده ذلك عن دينه، والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله أو الذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. هذا الحديث يحكي فيه خباب رضي الله عنه بعض ما دار في المراحل الأولى لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لقيه صلى الله عليه وسلم ولقيه الصحابة الكرام رضي الله عنهم من شدة وجهد وبلاء، وما أدبهم به الله عز وجل وما أدبهم به رسوله صلى الله عليه وسلم، ليبقى هذا التاريخ عظة وعبرة نأخذ منها الدروس التي ينبغي أن نتعلمها وأن نجعلها نهجا لنا في حياتنا. ولا يلزم عندما نستدعي وقائع السيرة وعندما نستدعي تلك الدروس أن يكون الواقع مطابقا 100% للواقع الذي نعيشه، فربما كان هذا الواقع فيه هذه الفتنة العظيمة، وكان عدد المؤمنين قليلا، وكان عامة المجتمع على الكفر، وكان البلاء على أشده من هذا النوع من التعذيب والتنكيل والبطش، وكان العلاج من رسول الله صلى الله عليه وسلم والتربية بالصبر من جهة وبث الأمل من جهة أخرى. فإذا كنا نعيش في واقع آخر أقل فتنة بكثير من هذا الواقع، وكان في مجتمع مسلم ولكن فيه نوع من النفور أو الإعراض عن بعض شرع الله عز وجل، فيه نوع من فتن الشهوات والشبهات، فيه نوع من أناس هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا
ولكنهم يأخذون ويغذون في قلوبهم وأفكارهم بأفكار غيرنا فيسببون فتنة لنا، فعلى أي فهي صورة من الفتنة تحتاج إلى ما احتاجت إليه الفتنة الأشد، وإلى ما احتاجت إليه هذه المصيبة الأشد التي كان فيها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما يهب علينا موسم الحج من عام إلى عام تهب علينا هذه الذكريات، فليس الحج مجرد عبادة لمن ذهب إلى الحج بقدر ما هو تذكير للمؤمنين دائما بجهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهاد الصحابة الكرام، بل وتذكير بجهاد أنبياء الله عز وجل وعلى رأسهم إبراهيم عليه السلام، وتذكير بسنن شرعية وأخرى كونية ينبغي أن تكون دائما حاضرة في الذهن، ينبغي أن تكون دائما حاضرة في كل ما يقدم عليه الإنسان من تصرفات. هذا خباب رضي الله عنه من السابقين إلى الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كبلال رضي الله عنه وغيره ممن استضعفتهم قريش، ممن لم يكن لهم عصبة يحمونهم، ولم يملك النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه ممن كانت لهم عصبة تحميهم، لم يملكوا لهؤلاء شيئا لأنهم لم يكونوا يحمون أنفسهم بأنفسهم، وإنما قدر الله عز وجل لهم عصبة تحميهم، وكان هؤلاء بغير تلك العصبة، فنالهم من التعذيب والبطش والتنكيل ما نالهم. ألم يملك لهم باقي المؤمنين إلا الدعاء وإلا أن يستنصروا الله لهم. كان مما يحكي خباب رضي الله عنه فيما بعد في زمن خلافة عمر رضي الله عنه حينما سأله عن أشد ما وجد من ألم التعذيب على أيدي المشركين، ذكر له ما كان من أنهم أوقدوا له أشعلوا على حديد أو نحوه، ثم سحبوا ظهره عليه حتى أطفأ شحم ظهره هذه النيران وأراه آثار هذا في ظهره. يقول عمر رضي الله عنه: فما رأيت مثل ظهر رجل قط كما رأيت من ظهر خباب رضي الله عنه. ولعله في يوم من الأيام كانت جرعة هذا التعذيب أشد، فجاء خباب رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الطلب: ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في طيات ذلك الطلب نوع من الجزع أو نوع من الاستعجال أو نوع من عدم الدراية بالسنن الشرعية والسنن الكونية، وإلا فإن الدعاء والاستنصار مطلب مشروع، وإلا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويستنصر صلى الله عليه وسلم في كل شأنه، وهو صلى الله عليه وسلم الذي قام في ليلة غزوة بدر يدعو ربه عز وجل ويناشد ربه عز وجل حتى أشفق عليه أبو بكر رضي الله عنه وقال: كفى مناشدتك ربك. فكان هذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء الدائم واللجوء إلى الله تبارك وتعالى. ولكن كما يقولون أحيانا فإنه قد يكون في الكلام شيء من الحق وشيء من الخطأ، فظاهر هذا الكلام هو حق محض وهو مطلب مشروع ومحمود، ولكن في طياته نوع من العجلة ونوع من استعجال النصر ونوع من الجزع. فماذا كان من شأنه صلى الله عليه وسلم؟ ابتداء غاضب صلى الله عليه وسلم، ونحن نعلم أنه صلى الله عليه وسلم كان بالمؤمنين رؤوفا رحيما، ولكنه صلى الله عليه وسلم غاضب هاهنا لأنه لا يليق برجل في مقام خباب رضي الله عنه أن يكون منه بوادر ذلك الجزع،
أو أن يكون منه بوادر ذلك الاستعجال، وإن كان الأمر قد يكون في حق غيره ليس كذلك، فكما يقولون على قدر أهل العزم تأتي العزائم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعاهد أصحابه رضي الله عنهم الذين اختارهم الله عز وجل له ليحملوا لواء هذه الدعوة وليتحملوا ذلك الجهد والبلاء في تلك المرحلة، كان يتعاهدهم بأفضل أنواع التربية ويطالبهم بأعلى درجات الإيمان. ومن ثم أظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم الغضب لا من السؤال ولكن من الاستعجال، كما قال وبين له في نهاية الأمر ما هو مناط غضبه صلى الله عليه وسلم ومن أين أتى ذلك الغضب، فقال ولكنكم قوم تستعجلون. فأظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم الغضب من تلك من بوادر هذا الاستعجال أدبا وتربية لخباب رضي الله عنه ولصحابته رضي الله عنهم أجمعين، أن يكونوا أن يتماهوا مع السنن الكونية وأن يستعملوا السنن الشرعية فيما أمرهم الله عز وجل به. ثم إنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يثير فيه روح الإيمان وأن يستثيره إلى البذل، وهذا إنما يكون من أسبابه ومن الأشياء التي تؤدي إليه التنافس في الخير، التنافس في الخير لا التنافس في الدنيا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فكان من هذا أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقواما سبقوا إلى الله وأقواما جاهدوا في سبيل الله عز وجل لكي يتأسى بهم خباب رضي الله عنه وغيرهم. فذكر له صلى الله عليه وسلم من أمور حدثت في الأمم السابقة، من أنه كان يؤتى بالرجل منهم فيحفر له حفرة ويوضع فيها حتى لا يهرب، ثم يوضع المنشار على مفرق رأسه حتى يشقه نصفين، قال ما يصده ذلك عن ديني. وكان يمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه فيغرض المشط حتى يتجاوز الجلد واللحم، ثم يعبل أثره في العظم والعصب، وهذا من أشد ما يكون من العذاب والألم، قال فما يصده ذلك عن ديني. وها هنا توقف أهل العلم عند هذا الحديث وعند غيره من الأحاديث، هل كانت الأمم السابقة، هل كان هناك عذر بالإكراه في الأمم السابقة أم أن هذا من خصائص هذه الأمة؟ فعندما يقفون عند بعض هذه الأحاديث ربما قال بعضهم أنه لم يكن ثمة عذر بالإكراه في أن ينطق الإنسان كلمة الكفر إذا تعرض لمثل هذا التعذيب الشديد أو هدد بالقتل بتلك القتلة الشنيعة، فلم يكن معهم عذر بالإكراه، ومن ثم لم يكن أمامهم مناص من الثبات على هذه الحال. والراجح الله أعلم أن العذر بالإكراه كان مشروعا في الأمم السابقة كما هو مشروع في شريعتنا، وأن الثبات على الدين مع وجود الرخصة هو مستحب في الشرائع السابقة كما هو مستحب في شريعتنا. فها هنا معنى قاعدة إن الله يحب أن تؤتى رخص كما يحب أن تؤتى عزائمه، ولكن هذا في الرخص التي بين العبد وبين ربي فيما شرع الله عز وجل من وضع شطر الصلاة على المسافر ومن إباحة الفطر للمسافر والمريض وغير ذلك من أنواع الرخص. فربما ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه الرخص يستحب أن يأخذ الإنسان بها على أي حال، حتى ولو كان السفر مريحا، حتى ولو كان المرض خفيفا، وهذا مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. ولعل من نافلة القول أن نشير أن كثيرا من الناس يتوهمون أن إماما ما من الأئمة كالإمام أحمد مثلا أنه تعمد التشدد، وأن إماما آخر كالإمام أبي حنيفة مثلا تعمد التساهل، وهذه تهمة لكليهما ليست بصحيحة، وإنما قال كل منهما ما أداه إليه اجتهاده. وفي بعض المسائل تجد أن مذهب الإمام أحمد هو أيسر المذاهب، وفي بعضها تجد العكس وهكذا. فها هنا مذهب الإمام أحمد رحمه الله في شأن هذه الرخص
أنه يستحب أن تأخذ بها على الإطلاق. والراجح في هذا في شأن الرخص التي بين العبد وبين ربه أنه يتخير، فإذا كان مسافرا فهو بالخيار ويختار الأيسر على نفسه. مثلا إذا كان مسافرا في رمضان فإنه إن كان الأيسر أن يصوم مع الناس وفيجد أن هذا أهون عليه فيصوم، وإن كان يجد أن الأيسر أن يفطر فيفطر، فهو بالخيار والأفضل في حقه الأيسر في حقه حتى يقبل هدية ربه عز وجل. فهذا في شأن الرخص التي بين العبد وبين ربه. وأما الرخص التي هي فيها إظهار شعار الدين من أن يكره الإنسان على النطق بكلمة الكفر أو الإتيان ببعض الفواحش أو غيرها، فهذا أخذا من هذا الحديث ومن غيره ومن قوله صلى الله عليه وسلم: سيد الشهداء حمزة ورجل قام عند سلطان جائر فأمره فنهاه فقتله، من أن المستحب في هذا إظهار شعار الدين، وأن المستحب في هذا أن يثبت وألا يأخذ بالرخصة. ولكن يبقى ها هنا أن يقال أن هذا إذا كان يضمن أن هذا في حقه وحده، لأنه لا يجوز له أن يحجب الرخصة التي رخص الله بها عن غيره. ولذلك كان من شأن عبد الله بن حذافة رضي الله عنه لما أسره ملك الروم وهم بقتله وطلب منه أن ينطق بكلمة الكفر فأبى عليه رضي الله عنه، ثم أخذ يخفف العرض شيئا فشيئا حتى وصل إلى أن يقبل رأسه ويطلق سراحه، وعبد الله بن حذافة رضي الله عنه لا يرضى بهذا ويفضل القتل على أن يقبل رأس ملك الرومي. ثم لما قال له قبل رأسي وأنا أطلق سراحك وسراح جميع أسرى المسلمين، فحينئذ لم يكن ثم خيار أمامه في أن يرفض تلك الرخصة، لأنها لا تخصه وحده وإنما تخصه وتخص من وراءه من الأسارة، ومن ثم قبل رضي الله عنه، وكان بسببه أن أطلق سراحه وسراح جميع الأسرى. فلما جاء عمر رضي الله عنه وقص عليه القصة قام عمر رضي الله عنه فقبل رأسه وقال: حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة رضي الله عنه. فعلى أي فالذي يؤخذ من هذا الحديث أن إذا أكره الإنسان على النطق بكلمة الكفر أو على غير هذا فإنه يستحب له أن يثبت، فإن أخذ بالرخصة فلا تثريب عليه ولا يجوز لأحد أن يطعن عليه أو أن ينكر عليه في رخصة رخص الله تبارك وتعالى له إياها، اللهم إلا إن كان الإكراه على شيء يعود على مسلم آخر بقتل نفسه أو هتك عرضه، فحينئذ لا يوفر نفسه بالعدوان على أخيه، فلا رخصة في هذا، فلا رخصة في أن يكره هو على أن يقتل مسلما أو على أن يهتك عرضه. وإن كان هناك تفصيل لأهل العلم فيما لو أكره على أن يتلف مال مسلم، قالوا يجوز له حينئذ أن يتلف ذلك المال لينجو بنفسه ثم يعود فيعوض صاحب المال عما أتلفه عليه، أما فيما يتعلق بالنفس والعرض فلا عذر فيهما بالإكراه في أن يكره على أن يعتدي على نفس مسلم أو على عرضه. فذكر صلى الله عليه وسلم هذه الصور النادرة من صور الثبات مع وجود الرخصة، إلا أنهم ثبتوا على هذا الدين، ذكر هذا تهيجا لنفس خباب رضي الله عنه لأن ينافس هؤلاء في الخير ولنفوس صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينافسوا في الخير وأن يثبتوا على الدين. فكان هذا شق الأمر بالصبر، فثمت أمور ثلاثة هنا: الأمر بالدعاء، وهذا الذي طلبه خباب رضي الله عنه ولم يعلق النبي صلى الله عليه وسلم عليه سلبا ولا إجابا، وإنما أراد أن يعالج ما اشتمه من وراء الكلام في أن هناك نوع من الاستعجال، فضرب له تلك الأمثلة
لكي يتعلم الصبر على الدين والثبات على الدين، ولكي يعلم أيضا أن الله تبارك وتعالى يثبت أفئدة المؤمنين، وأن هذه الدرجات من التعذيب لا يكاد يطيقها بشر. وإذا كان قد حدثت في الأمم السابقة وحدث شيء منها في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن هذا لا يكون إلا بتثبيت من الله تبارك وتعالى، وإلا بتوفيق من الله عز وجل لمن أراد نصرة دين الله سبحانه وتعالى. ثم كان الأمر الآخر منه صلى الله عليه وسلم بث الأمل في النفوس، فإن النفس مهما كانت تريد أن تستشرف أملا، مع أن الأصل في من يريد الإصلاح وفي من يدعو إلى الله تبارك وتعالى أنه على نطاقه الشخصي آماله عند الله عز وجل، ليست آماله فيما سيدركه في هذه الدنيا من ثمرة دعوته حتى ولو أدركها. بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر الله عز وجل أن يقر عينه برؤية ثمار دعوته قبل وفاته صلى الله عليه وسلم، ونعى الله عز وجل إليه نفسه بقوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا بدأت ثمار الدعوة الأفضل لك، وكأن هذه الإشارة الأفضل لك يا محمد صلى الله عليه وسلم أن ترحل عن الدنيا بأجرك كاملا، لا تجني شيئا من ثمار هذه الدعوة في الدنيا. نعم، فقد ترى تباشير هذا وترى بدايات هذا، ولكن خير لك أن تلحق بربك عز وجل وقد دنا أجلك واختار لك ربك الأفضل. فإذا كان كذلك فسبح بحمد ربك واستغفر، فأكثر من التسبيح والاستغفار، وهذا فيه استحباب الإكثار من الأعمال الصالحة عند دنو الأجل. وهذه الآية فهم منها ابن عباس رضي الله عنه تلك الإشارة اللطيفة، وثبت أنها قد ثبتت نصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما نزلت عليه تلك السورة، فأصر إلى فاطمة رضي الله عنها بحديث فأبكاها وكتمته رضي الله عنها إلى أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسألتها عائشة رضي الله عنها عن الذي دار بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: إنه صلى الله عليه وسلم قد قال لها: إنها قد نعيت إلي نفسي. تقول: فبكيت. ثم أصر لها بحديث آخر من أنها أقرب أول أهله لحوقا به، فضحكت رضي الله عنها لأنها وقد كان ما أخبرها به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فالذي يعمل لله عز وجل لعله يكون من تمام أجره عند الله ومن تمام ثوابه عند الله ألا يجني بنفسه ثمرة في هذه الدنيا، وإن كانت النفوس مجبولة على أنها تحب أن ترى ثمارا في هذه الدنيا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا وأن يهدي بنا. أقول قولي هذا، أستغفر. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، كان خباب رضي الله عنه أحد السابقين الأولين إلى دين الله عز وجل، وكان من أبرز من لقي من المشركين عنة وجهدا وبلاء، وحتى بلغ من قسوتهم معه أنهم وضعوا ظهره على حديد محمي، وفي يوم اشتد به التعذيب فجاء فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلب منه هذا الطلب: ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ وهذا طلب مشروع في ذاته، ولكن يحمل بين طياته داء الاستعجال، فعالج النبي ذلك الداء على هذا النحو، من أنه ذكر له ابتداء أمثلة من صبر السابقين لكي يرشده أن الأصل في هذا الطريق أن تصبر عليه وأن تتمسك به حتى تلقى الله عز وجل على ذلك. ثم
كان العلاج الثاني أن بث رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه الأمل. وبث الأمل إذا كان من أحد الناس فلا يملك إلا بشريات عامة، ولا يملك إلا فتح آفاق عامة للأمل. وأما عندما يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فكان بث الأمل منه صلى الله عليه وسلم أخبارا صادقة تحققت فيما بعد. فقال صلى الله عليه وسلم لخباب رضي الله عنه ربما ذكر له شيئا سيتحقق في زمانه، وهو أن يعم الإسلام جزيرة العرب. فقال والله ليتمن الله هذا الأمر. انظر هذه القضية، القضية ما الذي يرجوه الدعاة إلى الله تبارك وتعالى أن يتم هذا الأمر. قال والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت. والشاهد هنا أن يسير المسلم آمنا، وإلا من صنعاء إلى حضرموت. ضرب مثالا بمسافة كانت تعتبر نوعا ما بعيدة في هذا الزمان. لا يخشى إلا الله، أي سيعم في جزيرة العرب الإسلام، ويعم معه الأمان، ويعم معه أن دين الله تبارك وتعالى إذا عم بقعة عمها السلامة والسلام والأمن والإيمان. وهذا مما لا يدركه الكثيرون ممن يرفعون رايات قد تبدو شريفة براقة من رايات الجهاد أو غيرها، ثم هم يسيئون إلى الإسلام أيما إساءة، حينما يكون النموذج الذي يقدمونه لأي بقعة تقع تحت أيديهم هو أنهم لا يحسنون أن يفعلوا شيئا إلا أن يقيموا الحدود، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع الأيدي في الغزو، أي أنهم إن كانوا بالفعل في حالة جهاد فكان ينبغي عليهم ألا يقيموا الحدود. فهم لا يقيمون من معالم الإسلام إلا ذلك المعلم الذي ليس هذا مجال تطبيقه، وليس هذا ما وليس مستكملا لشروطه. بينما الإسلام إذا فتح بلدا أو أسلم عامة أهلها أو عليها حكم الإسلام، فإن أول ما يراه الناس من هذا أن يعيشوا في سلام وفي أمان. لماذا؟ لأن الإسلام إنما يقدم علاجا تربويا للأفراد في أن يراقبوا الله عز وجل وأن يتقوا الله عز وجل، ومن ثم يوجد ما يسمونهم في علوم الاجتماع والأخلاق بالوازع الشخصي الذي تعجز النظم التربوية الحديثة على كثرتها في إيجاده. وانظر ولعله قد حدثت في إحدى البلاد قريبا جدا إعصار كبير، وكالعادة مناظر متكررة محفوظة إذا حدثت جوائح في كثير من البلاد التي تتشدق بالحضارة، فتجد عمليات النهب المنظم لمحلات السوبر ماركت وغيرها، لأن الوازع الشخصي في أضعف حالاته، وإنما يوجد الأمن عندهم ويوجد النظام بوازع النظام والدولة وغير هذا. والإسلام ينمي الأمرين معا، بل يعول على الوازع الشخصي أكثر ما يعول على وازع السلطان والقوة والحدود وغيرها. والمشاهد في نهاية الأمر أن بلاد المسلمين أنه إذا على حكم الإسلام بلدا على النحو الصحيح، لا على النحو الذي يطبقه بعض هؤلاء الذين وصف النبي صلى الله عليه وسلم أسلافهم بأنهم حدثاء أسنان سفهاء وأحلام، فهذا يبدو السفاهة والطيش في تصرفاتهم. وأما الإسلام إذا عم وما بشر به النبي صلى الله عليه وسلم من أن هذا الأمر سينتشر، فإذا انتشر
فسوف يعم جزيرة العرب أمنا لم يكن موجودا قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما يأتي هذا الأمن من أن الناس يكون معظمهم على الإيمان وإيمانهم يحجزهم عن أن يرتكبوا الموبقات. وأما أهل الكفر أو ضعاف الإيمان فمقهورون بالسلطان، فحينئذ يعم الأمان، فيسير الراكب مسافة طويلة فيها من المفاوز والصحراء والقفار ما فيها، فلا يخشى إلا الله، لا يخشى شيئا من الدنيا أو الذئب على غنم، يعني لا يخشى من البشر لا مؤمنهم ولا كافرهم، لا صالحهم ولا فاسدهم، لأن النظام الإسلامي يجعل الصالح عنده الوازع وأما الفاسد فيحجبه السلطان. وهذا مما يبين أن النظام الإسلامي بطبيعته بحكم ما فيه من وسائل للأمن والإيمان لا يمكن أن يقوم إلا بدعوة وتربية. أن جزءا رئيسيا من مقومات وجود المجتمع المسلم تربية الوازع الإيماني وليس إيجاد القوة القهرية، أن هذه القوة القهرية إنما تعالج قسما يسيرا من الناس ولا تعالج الناس قاطبة، وإنما المقصود من شيوع حكم الإسلام أن من أهم ما يميزه أن يوجد هذا الأمن وذلك الإيمان وتلك السلامة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله عز وجل إياها عند مستهل كل شهر عربي: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. وفيه تأكيد على تلك المقاصد العظيمة من مقاصد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم لخص له النبي صلى الله عليه وسلم السبب في احمرار وجهه وحدة كلامه وكيف أنه لم يجبه إلى طلب منطقي، وأنه أعرض عن هذه الإجابة في ذلك الموطن، بين له أن سؤاله كان يحمل في طياته تلك الآفة: ولكنكم قوم تستعجلون. يجب أن تبقى هذه الدروس كما أسلفنا باقية في الأذهان، وإن تغير كثير من الواقع بل ربما يكون الأمر كما يقولون من باب قياس الأولى. فإذا كان من كان يعذب مثل هذا التعذيب، ومن كان يعيش في مجتمع كافرا، ومن كان يرى الدنيا من حوله لا يكاد يوجد فيها بصيص أمل، أمر بالصبر وبحسن استيعاب السنن الكونية مع الثبات على الدين وعدم التنازل عن شيء منه، وأن يحدث نفسه دائما بالأمل في أن هذا الأمر سوف ينتشر وسوف يعم بفضل الله تبارك وتعالى. فإن كان الإنسان بفضل الله عز وجل يعيش في مجتمع مسلم ولكن فيه ما فيه من الأخطاء، وإن كان أكثر ما يجده من أذى لفظة هنا أو كلمة هناك أو حتى تضييق عليه في بعض الأمور، فهو لا يكاد يذكر بالأذى الذي تحمله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيبقى الثبات على الدين والدعوة إليه، الصبر عليه، ويبقى الصبر على هذا الأذى وعدم الإقدام على أي شيء من شأنه أن يضر تلك الدعوة، ومن شأنه أن ينفر الناس عنها، ومن شأنه أن لا يرفع بلاء وإنما يستجلب ما هو أكثر منه. وها هنا نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يرى هذه الأمور المحزنة المبكية ولا ينصح إلا بهذه النصائح، وإن كان بقي الأمل والبشرى التي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم خباب رضي الله عنه، فأيضا هذه البشرى باقية، فإن من البشريات ما لم يتحقق بعد، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض ما بين مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. نحن نعلم أن الفتوح الإسلامية الأولى لم تدخل أواسط أوروبا، ونعلم أنه لم يكن قد اكتشفت الأمريكتان بعد، ومن ثم فسوف تعم الدعوة الإسلامية كل بقاع الأرض.
ولكنكم قوم تستعجلون. فلا ينبغي أن نستعجل هذا، وربما استعجله البعض استعجالا غاية في السخافة حينما ظهرت كتابات كثيرة تتحدث عن أعوام بعينها سوف يحدث فيها كذا أو كذا، أو تحدث فيها حرب عالمية ثالثة وينتج عنها قوة الإسلام وانتشار دولة الإسلام، وربما يعني وضع البعض آماله في قائد من قوادي، وربما كان هذا القائد هو نفسه وبال على الإسلام وأهله ثم يقولون نضع آمالنا فيه. كل هذا يوصف ولكنكم قوم تستعجلون. لا تستعجل البشرى، البشرى إنما بشرك بها من يملكها، بشرك بها من بيده مقادير السماوات والأرض، من بيده مقاليد السماوات والأرض. إذن إنما عليك أن تفعل ما عليك أنت. ماذا لو أن الإنسان أفضى إلى ربه عز وجل وانتهت حياته قبل أن يدرك البشرى؟ لعل هذا أن يكون خيرا له، لأن البشرى الحقيقية له ما عند الله تبارك وتعالى، وعنده أقوام شقوا بالمنشار شقين، وربما لم تدرك أقوامهم النصر وربما أدركت بعدهم. فإذا القضية ها هنا الصبر وعدم العجلة، ولا سيما إذا كانت العجلة التي تدخل البعض في نوع من الهلاوس فيضع أحلاما ويرتب عليها أمورا، بل ربما تجد بعض العقلاء تقول أين ذهبت أحلامهم ممن يدعون إلى السنة أو كانوا ويحذرون من خطر التكفير وخطر الإقدام على سفك الدماء ونحو ذلك. إذا وجدوا مجموعة من الناس يوجد ما يشير إلى أنهم قد ينتصرون، وعندهم ما عندهم من البلايا من تكفير المسلمين والاعتداء على دمائهم وذبح الناس ذبحا واللعب برؤوسهم إلى غير هذا مما يجعل الإنسان العاقل فضلا عن المسلم يجب أن يتبرأ من هذه الأفعال اللا إنسانية، هذه الأفعال التي لم يجزها الشرع مع مسلم ولا كافر. ومع هذا فالبعض لأنه يستعجل ولأنه يظن، وهو ظن غير مبني على أي أساس، أنه يمكن لهؤلاء أن يحدثوا في الكفار نكاية، ويمكن لهؤلاء أن يحدثوا انتصارات، فكأن هذا هو المعيار. والمعيار عندنا أن ينتشر هذا الأمر، أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون في انتشاره أمن وأمان، وأن يكون في انتشاره أمن وأمان لكل من يعيش تحت رايته ولو كان كافرا، فإنه يأمن كما كان في هذه البلاد، في بلادنا كان نصارى هذه البلاد لا يأمنون على أنفسهم ولا على دينهم تحت حكم نظرائهم في الدين، ولكنهم على مذهب آخر فأمنوا لما جاءهم حكم الإسلام. هذا هو النموذج الذي نريد. إذا كنت تريد أن تحاكي نموذجا فهذه هي النماذج، هذا هو الذي وعد به صلى الله عليه وسلم، أن يأمن الناس تحت حكم الإسلام. هذا هو الذي حققه عمرو بن العاص رضي الله عنه حينما نور الله عز وجل به بلادنا بالإسلام، كان أن أمن الجميع تحت حكمه، ودخل الناس بعد ذلك بعد أن دخل بمصر فاتحا ورأوا من عدله وسمعوا كلام الله واطلعوا على دين الله تبارك وتعالى، دخل الناس في دين الله أفواجا، وما زال الكثير يتعجب حتى يومنا هذا كيف ولم يستعمل في هذا أي نوع من أنواع الشدة أو العنف أو الإجبار أو الإكراه، بل ولا القتال. إن القتال الذي دار بين المسلمين في مصر إنما دار بين عمرو بن العاص رضي الله عنه وبين جنود الرومان، ففر الرومان بحمد الله من أمامهم، وكان عامة أهل هذه البلاد أنذاك إما على النصرانية وإما على الوثنية، لم يدر بينهم وبين المسلمين قتال،
ثم لما وجدوا الإسلام دخلوا في دين الله أفواجا بحمد الله تبارك وتعالى. هذه النماذج التي نريد أن نحاكيها دون ما أن نستعجل. إن صبرنا وتمسكنا بدين الله تبارك وتعالى، لا سيما إن استصحبنا أننا بحمد الله عز وجل وبفضله ونعمة من الله وفضل أن تكون في مجتمع مسلم مهما كان فيه من خطأ وتقصير، فأنت جزء من هذا التقصير والآخر جزء من هذا التقصير، وكل منا له دوره في علاج ذلك التقصير بالصبر والثبات على دين الله تبارك وتعالى واستشراف الأمل من الله عز وجل. القلوب بين إصبعين من أصابعه يقلبها كيف يشاء، نسأل الله تبارك وتعالى مقلب القلوب أن يثبت قلوبنا على دينه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا ولي الإسلام وأهلي مسكنا به حتى نلقاك عليه. اللهم يا ولي الإسلام وأهلي مسكنا به حتى نلقاك عليه. اللهم آتي قلوبنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، دمر أعداءك أعداء الدين، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.